اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق ميسنجر. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعد سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق ميسنجر. سوف يظهرنا على هذا الشكل. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.